لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فعن أبي الزناد الأعرج قال: جلس بنو الزبير عبد الله وعروة ومصعب مع عبد الله بن عمر في الحجر، فقيل تمنوا، فقال عبد الله بن الزبير: أتمنى الخلافة. وقال عروة بن الزبير: أتمنى أن يحمل عني العلم. وقال مصعب بن الزبير: أتمنى إمرة العراق، وأن أجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. وأما عبد الله بن عمر فقال: أتمنى المغفرة، أتمنى المغفرة. قال أبو الزناد: فنال كل ما تمنى. يعني بالفعل عبد الله بن الزبير صار بعد ذلك خليفة للمسلمين، وفي عهده أمر أخاه مصعبا على العراق، فجمع بين عائشة وسكينة، تزوج المرأتين. وأما عروة فإمام في الفقه وإمام في الحديث، وهو ثقة من رجال الشيخين، فحمل عنه العلم، فتمنى كل منهم ما تمنى. قال أبو الزناد: ونرجو أن يكون عبد الله بن عمر قد نال ما تمنى، قد نال ما تمنى. والسؤال الآن: أيهما أعظم أمنية؟ أي الأمان هذه أنفع لصاحبها؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وددت أني انفلقت عن روثة، وأني دعيت عبد الله بن روثة، وأن الله غفر لي ذنبا واحدا، وأن الله غفر لي ذنبا واحدا. فلا ينال العبد شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا بمغفرة الله عز وجل لذنوبه، فإن الذنوب هي أصل الداء، ومغفرة الله عز وجل هي أصل الدواء والشفاء. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما هو أعلم به منا. فمغفرة الله تبارك وتعالى ليست بالأمر الهين. فإذا علم المؤمن أن وقتا من الأوقات أو عملا من الأعمال يترتب عليه مغفرة ذنوبه، فهذا مما ينبغي أن يتعلق به قلبه. ومن هذا مما يتكرر في كل ليلة أن الله تبارك وتعالى يمهل حتى إذا بقي من الليل ثلث في جوف الليل الآخر، فينزل عز وجل فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ في مثل هذا الوقت تتنزل الرحمات وتغفر الذنوب وتكفر السيئات، حتى وإن لم تكن من المصلين فكن من المستغفرين. الإنسان يمكن أن يستغفر الله عز وجل وهو يتقلب على فراشه. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، أي تقلب على فراشه، استيقظ فتقلب، من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، غفر له، أو دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ وصلى قبل منه. يعني والمستغفرين بالأسحار، حتى وإن لم تقم تصلي فاستغفر الله عز وجل وأنت على فراشك. هذه الفرصة تتحقق كل ليلة. ومن الفرص ما يأتي في الأسبوع مرتين، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال على الله، أعمال الناس على الله عز وجل في كل جمعة مرتين. في كل جمعة يعني في كل أسبوع، في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس. فيغفر الله عز وجل لكل امرئ لا يشرك به شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية أخرى لهذا الحديث: تفتح أبواب الجنة في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لكل امرئ
لم يشرك به شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، وذكر كما في الحديث السابق. هذا الفضل يأتي مرة في السنة في ليلة النصف من شعبان، في ليلة النصف من شعبان، ولله عز وجل في أيام الدهر نفحات، فينبغي للعاقل أن يتعرض لها. في سنن ابن ماجة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه. وانتبه لهذا العموم، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. هذان الصنفان فقط يحول بينهما سوء أعمالهما وبين مغفرة الله عز وجل. أما المشرك فضيع أصل الحقوق وأعظمها على الإطلاق، حق الله عز وجل. ما هو حق الله؟ في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن يغفر لمن لم يشرك به شيئا. فالمشرك ضيع حق الله عز وجل، وأما المشاحن فضيع حق المؤمنين، حق عباد الله عز وجل. إن لم يستطع المرء أن يصل إخوانه المسلمين ويحسن إلى إخوانه المؤمنين، فعلى الأقل أن يسلم صدره تجاههم، على الأقل أن يخلو صدره من الشحناء والبغضاء والغل والحقد والحسد لإخوان المؤمنين. يعني إن لم أنفعهم فلا أضرهم، وإن لم أصلهم فعلى الأقل يسلم صدري نحوهم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين حائلين من حوائل المغفرة، مانعين من موانع المغفرة، أحدهما في حق الله وهو الشرك، والثاني في حق عباد الله وهو الشحناء أو البغضاء أو الكراهية التي تكون في قلب الإنسان تجاه المؤمنين والعياذ بالله. أما الحق، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الحقين في عدة أحاديث، وكذلك في كتاب الله عز وجل إشارة لذلك. قال الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أعظم تقوى الله توحيده سبحانه وتعالى، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فاتقوا الله، وهذا حق الله تبارك وتعالى، وأصلحوا بين أخويكم، وهذا حق من؟ حق المؤمنين، حق المجتمع، حق الناس بعضهم على بعض، لعلكم ترحمون. متى تتنزل الرحمة؟ إذا أدينا هذين الحقين، تقوى الله وإصلاح ما بيننا، إصلاح ذات بيننا، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الإيمان والموالاة بين المؤمنين، التحاب والتناصح والتناصر والتآزر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم في آخر الآية قال: أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فرحمة الله تبارك وتعالى إنما تتنزل على من يؤدي هذين الحقين، توحيد الله عز وجل وسلامة صدره للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان، وهذا في صحيح مسلم، إن الشيطان، تأمل، إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ولكن في ماذا يؤمل؟ في ماذا الشيطان؟ ولكن في التحريش بينهم، ولكن في يعني إغراء العداوة والبغضاء بينهم. يعني إن لم يفلح الشيطان في إيقاع المسلم في الشرك، فإلى أي شيء يتجه؟ إلى التحريش بين المسلمين، إيقاع العداوة والبغضاء في قلوب المسلمين بعضهم نحو بعض والعياذ بالله. وهذان الأمران جمع الله عز وجل بينهما من في أعمال الشيطان حينما قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وهذا حق الناس.
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وماذا؟ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وهذا حق من؟ حق الله عز وجل. فالشيطان إن لم يظفر منك بتضييع حق الله عز وجل فلا بأس عليه إن وصل إلى تضييع حق الناس والعياذ بالله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ينبغي أن تتأمل هذا الحديث، لن تدخلوا الجنة حتى إيه؟ تؤمنوا. ده واضح ولا مش واضح؟ ما فيش لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، هذا أمر مقطوع به متفق عليه، لا تدخلوا الجنة حتى إيه؟ تؤمنوا. أين التنبيه؟ أين الغريب؟ ولا تؤمنوا حتى تحاب، ولا تؤمنوا حتى تحاب. إذا لن ندخل الجنة حتى نتحاب ونكون من المؤمنين حقا، أدينا الحقين. أما من وقع في تضييع أحد الحقين، المشرك والإيه؟ والمشاحن. المشرك والمشاحن، يطلع الله في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو إيه؟ أو مشاحن. ليلة النصف من شعبان لم يبقى عليها إلا 3 ليالي فقط، إلا لمشرك أو إيه؟ أما الشرك الذي هو أصل الحقوق وأعظمها، فمغفرة الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تتنزل على مشرك، وهذا نص القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك إيه به. أعظم النعم أن يرزقك الله عز وجل توحيده، هذه النعمة التي يخلد من حرمها في النار والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إيه؟ يشاء. قال الله عز وجل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. انتهى الموضوع. هذا كلام فصل لا خلاف فيه بين أهل العلم، المشرك خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. إنه من يشرك بالله، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تشبيه لتحقق هلاك المشرك بمن خر من السماء. فكان أحد رجلين، إما أن تتخطفه الطير وهو لا يزال في جو السماء فتنزع لحمه وتفصل بعضه عن بعض، وهذا قد هلك قبل أن يرتطم بالأرض، وهذا مثل الكافر الذي عرف ثم أنكر كاليهود والمنافقين والعياذ بالله. وصنف آخر من أهل الكفر يبقون أحياء إلى أن يصلوا إلى سحيق بعيد من الأرض أو تهوي به الريح في مكان إيه؟ سحيق. وكلاهما متحقق الهلاك والعياذ بالله. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل للرجل من أهل النار يوم القيامة، أرأيت لو كان لك ما في الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فقال اللهم نعم. فقال الله عز وجل له، كذبت، قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك والعياذ بالله. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك، وإنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح، إن الشرك لظلم عظيم والعياذ بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وفي الصحيحين أيضا أن النبي في من حديث هذا في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثنتان موجبتان. فقال رجل يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، من يشرك بالله يدخل النار ومن لم يشرك بالله يدخل الجنة. يعني الجنة مآل الموحدين والنار مآل المشركين والعياذ بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكل نبي دعوة مستجابة، وقد قبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وهي نائلة إن شاء الله
من لم يشرك بالله شيئا، من لم يشرك بالله شيئا. فمن وقع في الشرك حال بين نفسه وبين مغفرة الله، وبين نفسه وبين شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا من هلاك وبوار والعياذ بالله، إلا لمشرك أو إيه؟ مشاهد. عجيب، يعني يسوي النبي صلى الله عليه وسلم أو يجمع بين المشرك والإيه؟ والمشاهد. وكلنا يخاف من الشرك، فينبغي أيضا أن نخاف من الشحناء البغضاء التي في القلوب والعياذ بالله. كما أشرنا في أول الكلام، إن لم نستطع أن نصل المؤمنين وأن نحسن إليهم، فأقل شيء أن تسلم لهم صدورنا، أن تخلو القلوب من الشحناء والبغضاء والغل والحقد والحسد والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم. عشان نعرف يا أخواننا، في كل هلكة، في الشرك هلكة وفي الشحناء هلكة والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم البغضاء. البغضاء يعني الشحناء والغل في القلوب والعياذ بالله. دب إليكم داء الأمم البغضاء، أما إنها الحالقة، أما يعني البغضاء، أما إنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الإيه؟ الدين، يعني تزيل الدين من أصله والعياذ بالله. أما إنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الإيه؟ ولكن تحلق الدين. فمن الفضائل والأعمال الصالحة أن يسلم صدر العبد لإخوانه المؤمنين، ثم بعد ذلك يسعى في الإصلاح بينهم، يسعى في الإصلاح بين المؤمنين. إذا تفاسدوا، إن عرف أن فلانا في صدره شيء على فلان، يصلح بينهما، حتى وإن بلغ الأمر به للكذب، حتى وإن إيه؟ حتى وإن كذب ليصلح بين الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بالكاذب من نما خيرا ليصلح بين اثنين. ليس بالكاذب من نما، عكس نم، نما يعني بلغ الحديث في الخير على وجه الإصلاح، عكس النميمة، عكس الإيه؟ النميمة. فليس بالكاذب من ينمي الحديث بين الناس ولو بالكذب ليصلح إيه؟ بينه. وهذا من أفضل الأعمال وأحب الصدقات إلى الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ طبعا هذا في النوافل، يعني أفضل من أن تتنفل صوما أو صلاة أو صدقة، فلتفعل ما ذكر في هذا الحديث. ألا أدلكم على ما هو خير من الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه: يا أبا أيوب، ألا أدلك على تجارة؟ وفي رواية: ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله؟ وفي رواية: ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟ أصلح بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. أصلح بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الإيه؟ أو إصلاح بين الناس. فهذا الذي يسعى إصلاحا بين الناس في الحقيقة تبوأ مقام الصديقين والصالحين إذا أصلح بين الناس. فالإنسان لا يحرم نفسه من مثل هذا الأجر، من مثل هذا الأجر إن استطاع. إن استطعت أن تصلح بين إخوانك المسلمين فافعل، تلقى في ذلك أجرا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة. تعدل بين اثنين يعني تصلح بينهم بالعدل، تعدل بين اثنين صدقة. فبدأ أول ما بدأ بهذا، ثم ذكر بعد ذلك إزالة إماطة الأذى عن الطريق، وخطواتك إلى المسجد، وإعانتك أخاك على دبتي، وغير ذلك من أنواع الصدقات. لكنه بدأ بماذا؟ تعدل بين اثنين صدقة. إن نسينا من شيء فلا ننسى أن هذه الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان ليلة المغفرة،
وليحذر أحدنا أن يحول بين نفسه وبين هذه المغفرة بالوقوع في شيء من هذين الآفتين، الشرك والشحناء والعياذ بالله. والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. ولما شكى أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الخفاء في الشرك علمه الدعاء المشهور: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. وأما الشحناء فأزل ما في قلبك إن وجد من شيء يعني تجاه إخوانك المسلمين، وإن كان بينك وبين أحد هجر. ما معنى الهجر؟ معنى الهجر التقاطع، أن يلتقيان فلا يسلم أحدهما على الآخر. وقد يبلغ الحال ما هو أسوأ من هذا، فيسلم أحدهما ولا يرد الإيه؟ الآخر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فليلقه فليسلم إيه؟ عليه. معنى هذا أن إلقاء السلام قاطع للإيه؟ للهجر المحرم. فهذا أقل شيء الإنسان يعني يخلي صدره من الشحناء، وإذا لقي أخاه فليسلم عليه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا مغفرة تامة، وأن يرحمنا رحمة عامة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.